بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد حيدا من المغرب، رئيس جمعية الصداقة بالمغرب لمدة 15 سنة، لاعب كرة قدم لمدة 30 سنة بمجموعة من الأندية المغربية. لما التحقت بالديار الكندية لعبت مجموعة من الفرق الكندية، ولكن كان الحلم الدفين بالنسبة لي هو تأسيس واحد الفريق اللي هو أنا مارس من خلاله في المغرب. وكان هذا الحلم ديالي أنني نكون واحد الفريق اسمه فريق الصداقة لكرة الصالات، بحكم أنني الاختصاص بتاعي هو كرة الصالات. وكان الحلم ديالي أنني نأسس واحد الأكاديمية لتضم مجموعة من الأطفال العرب هنا بمدينة وينيبيغ، ولما لا إعطاء هذه التجربة المتواضعة لهذا الأطفال. مجرد ما التقيت مع الأخ الفاضل، أقول الفاضل لأنه من فلسطين، فاضل الشوى، وبتشجيع من الزوجة ديالي الطيبة فتيحة العرقان، كان هذا الحلم مجرد حلم لكن تحقق في الواقع، تحقق وقمنا بتأسيس هذه الأكاديمية. في الأول كان عدد قليل من الأطفال، لكن بمجهودات جبارة من الأخ فاضل ومني أنا استطعنا أن ننظم مجموعة من الدوريات، كان آخرها دوري رمضان 2019، واللي أعطى الهدف المنشود من خلال هذا العمل، وهو تشجيع الأطفال على معرفة هذا الشهر الكريم، وكذا أخذ قسط من الخبرة والإكسبرينس اللي عندي أنا واللي عند الأخ فاضل. والحمد لله كانت هذه بداية، والحمد لله نطمح في المستقبل القريب إلى الزيادة في عدد الأطفال المشاركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فضل الشوى، فلسطيني من غزة، مؤسس في أكاديمية الصداقة لكرة الصالات مع الأخ محمد حيدة. الفكرة طبعا في التأسيس و بهذه الأكاديمية ووضع المجهود للأطفال، طبعا أطفال الجالية العربية، لأنه إحنا يعني عندنا نقص كبير في أنه خدمة الجالية العربية خصوصيا في هذا النوع، أو ما عندنا فرق لكرة القدم الصالات للجالية العربية. فإجت الفكرة في تأسيس كرة الصالات أكاديمية، وإن شاء الله راح تكون للأمام وفي لها أفكار كمان كتير أكبر من الحجم اللي أنتم بتفكروا فيه. إحنا كبلاد غربة بنحتاج نفس هذه الأكاديميات تكون عشان تضم كل الأولاد مع بعض بكل مناسباتنا، إن كانت اجتماعية أو دينية وغيرها. طبعاً من ضمن الأفكار أو اللي إحنا بدأنا فيها اللي هي البطولات، البطولة الأولى قبل رمضان، وفي البطولة الثانية اللي برمضان، وإن شاء الله انتظرونا في القادم، ما راح نكشف عنه ولكن القادم أفضل إن شاء الله.